في يوتيوب من اكتر الفيديوز اللي اتشافت خلال 24 ساعه اللي فاتوا كان فيديو للفنان تامر حسني خلال مشاهدته لضربه الجزاء الاخيره اللي صدها عصام الحضري قدام بوركينا فاسو واللي نجحت انها توصل مصر للمباراه النهائيه اللي هتقام النهارده امام الكاميرون. حضر هيصدها حالا يا رب. اهو متعادلين يا اتصدت خلاص متعادلين يا دكتور. يا ابني احنا جايبين اربعه. ايوه انا بقول له كده يا ابني صدها نكسب يا ابني صدها نكسب. ده انا قلت كده دكتور. بالظبط مش بقول لك يا دكتور. بسم الله بقولها وكل الثقه على فكره يعني يا عنديش هزه واحده يا رب.